عايش على مستقبل. خلاص اللي أنا سعيد جداً وفرحان بأشياء تكون بطولة جديدة، لكن حابب استغل الفرصة باش نشكر الأستاذ كامل محسن مخرج كولومبيا، وإداني فرصة نكون موجود في مسلسل حب سكرة، أيضاً ملك معون على نص مميز، زملائي مرتبين الكل والفريق قبلي، وطبعاً المنتج الكبير الأستاذ جمال عادل اللي راهن على دعم هيك، شكراً.